طيب، عشان نعرف تفاصيل أكتر عن طرح وزارة الإسكان ل2000 قطعة أرض بنظام الحجز الإلكتروني، بينضم لنا هاتفيا المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا وسهلا، ازيك يا هشام؟ أهلا بيك يا فندم، كل سنة وسيادتك طيب. أهلا وسهلا. حضرتك بألف صحة وسلامة والسادة المشاهدين كلهم. اللهم آمين يا رب. رمضان الكريم. يا رب يا رب، لجعل الأيام كلها بكل خير إن شاء الله. آمين يا رب، ربنا يعيده على علينا وعلى مصر الحبيبة كلها بالخير إن شاء الله. يا رب. مبدئيا كده باشمهندس، احنا بنقول ان دي المره الاولى اللي بيتم فيها يعني طرح هذه القطعه بنظام الاونلاين مش بنظام القرعه. عايز اعرف من حضرتك مبدئيا ليه تم تغيير التوجه فيما يتعلق بطرح قطع الاراضي، وهل فعليا الحجز بدا من 10 الصبح على الموقع الالكتروني ولا لسه هيبدا في وقت لاحق بعد كده؟ مبدئيا احنا كان كل القرعات السابقه وكل الاراضي اللي كانت بتطرحها وزاره الاسكان مرسله في المجتمعات، سواء اراضي مميزه او اكثر تميز او اراضي اسكان اجتماعي، كلها كانت بتتعمل بالقرعه العلنيه باليدويه في استاد. بدانا نتطور مع التطور الطبيعي، كل حاجه بتتطور مش بتقف عند حد معين، فبدانا نطور نفسنا شويه ونبتدي نتسجل ان الحكايه تبقى كمبيوترايز، الحجز كله اونلاين. اولا فيها كذا ميزه، سرعه في الاداء، شفافيه، وفي نفس الوقت اي مواطن بيرغب في حجز قطعه ارض في اي نحو الاسكان بيبقى قدامه القطعه كلها، بيحجز اللي هو عايزه، بيشوف الخريطه يا باشمهندس طارق، بيبقى شايف الخريطه قدامه والقطعه موجوده، القطعه المتاحه كلها باشتراطاتها، بالاشتراطات البنائيه، بالسداد بتاعها، بثمنها، بنسب التميز، كل ده بيبقى متاح قدامه قبل ما ياخد قرار. وقت ما بياخد قرار بينقي القطعه، بيحجزها بعد بقيه الحجز. وهي القطع يا فندم مساحتها بتتراوح ما بين كام وكام؟ القطع ما بين 500 لغايه 1000. دي الاراضي، دي الاراضي السكنيه الصغيره، يعني الحد الادنى 500 متر والحد الاقصى 1000 متر. لا، ممكن تلاقي قطع ممكن تلاقي قطع اقل من كده، لكن الرينج الطبيعي هو الرينج ده، بخلاف الاسكان الاجتماعي اللي هو بيبقى 209 و276 متر، لان ده له خصوصيه وبيحكمه قانون خاص الاسكان الاجتماعي. احنا هنا بنتكلم على قطع مميزه واكثر تميز. ايوه تمام. الاجتماعي له قانون لوحده ولازم قرعه علنيه يدويه، ما ينفعش فيها كمبيوتر، لان ده القانون بينظمها تنظيم محدد يعني. انما الاكثر تميز المميز ده بيبقى متاح للجمهور كله، مفيش ضوابط فيها، الضوابط بس ان ما يكونش خد اسكان اجتماعي لا قطعه ارض ولا وحده سكنيه، عشان يبقى سايب فرصه لغيره ياخد. الاكثر تميز من حقه ياخد قطعتين، مفيش مشكله خالص. والمميز بيبتدي يتبع الاجراءات، في فيديو على الموقع بيبين له طريقه الحجز، عشان لو هو يعني في اجراءات الحجز يبقى واضحه قدامه، يتبع الخطوات لغايه ما يفتح باب الحجز. زي ما حضرتك تفضلت مشكور وقلت الحجز ابتدى النهارده في المميز الساعه 10 الصبح، وان شاء الله يوم الخميس هيبتدي الاكثر تميز من يوم 2/5 لغايه 9/5. طب هنا يا فندم الاسعار بقى عامله ايه؟ الاسعار برضه متاحه على الموقع. يعني حضرتك مثلا تقول لي مثلا بتتراوح ما بين كام وكام؟ يعني على حسب المدينه، زي ما حضرتك تفضلت مشكورا قلت المدينه بتختلف مدينة. سعرها من مدينه للتانيه. القاهره الجديده غير الشيخ زايد غير العبور، غير اعلاهم القاهره الجديده ولا زايد؟ لا، مش شرط. ممكن الشيخ زايد تبقى اعلى المره دي على حسب موقع القطعه وامتيازها، ممكن تكون قطعه مميزه جدا في العبور وممكن تكون قطعه مميزه جدا في القاهره الجديده، بس طبعا القاهره الجديده والشيخ زايد معروف ان هم الرينج بتاع الاسعار بتاعهم تختلف شويه عن باقي المدن يعني. لكن هو بمناسبه سؤال حضرتك، احنا ليه تحولنا؟ ده تحول طبيعي وتطور طبيعي، بنحاول نوجد كل الوسائل للتيسير على الحجز للمواطنين ونيسر له كل طرق الحجز، وخاصه الحاجه بتبقى قدامه ميسره وواضحه جدا يقدر يطلع عليها قبل ما يحجز وياخد قرار. تمام. بحيث ان هو لما يجي ياخد قرار ويحجز قطعه يبقى واخدها عن قناعه، عارف كل الاشتراطات البنائيه بتاعتها، سعرها، السعر المميز بتاعها ايه، نسبه التميز بتاعها ايه، الاشتراطات بتاعتها ايه، وبالتالي بيكون حاجز عن قناعه غير القرعه. القرعه بتطلع له هو بيبقى داخل على قطعه 500، القرعه بتطلعه على قطعه مثلا 700. بس حضرتك قلت الحجز للقطع المميزه بيبدا من النهارده لغايه يوم الخميس. تمام. بينتهي الخميس بالنسبه للقطع المميزه؟ الخميس. لا، مش الخميس. المميز بيبتدي من 30/4 حتى 7/5. 7/5 يعني الاكثر تميز اسبوع، يعني بيبتدي من 2/5 لغايه 9/5. يعني دي اسبوع ودي اسبوع باذن الله علينا وعلى حضرتك بخير ان شاء الله، من الخميس للخميس.